ويلما رودولف سيدة أمريكية حاربت شلل الأطفال لتحقق ما هو أشبه بالمعجزات. ولدت ويلما عام 1940 في وقت مبكر عن ميعادها الطبيعي، فجاءت ضعيفة ومليئة بالأمراض، وعندما وصلت إلى سن الخامسة أصيبت بشلل الأطفال، الأمر الذي أجبرها على ارتداء دعامة حديدية على قدمها اليسرى لتستطيع المشي. ولكن على العكس، سببت لها التواء بالقدم وأفقدتها الحركة، ووقتها قال الأطباء إنها لن تستطيع السير مجددا، ولكن والدتها لم تيأس وأخذتها في رحلات شاقة للعلاج مرتين أسبوعيا، كما واظبت على ممارسة التمرينات معها في المنزل. وفي حين كان كل من حولها فاقدين للأمل، كانت الأم وابنتها لديهما يقين في الشفاء برغم النتيجة البطيئة للعلاج. وبعد مرور 7 سنوات على التحدي، حققت ويلما إنجازا كبيرا، واستطاعت السير بشكل طبيعي مرة أخرى وسط إعجاب الجميع بعزيمتها. وبعدها شاركت الشابة في العديد من رياضات القوى لتثبت ذاتها، ثم اقتحمت عالم السباقات، وسرعان ما حققت فيه نجاحات مذهلة، إذ كانت أول أمريكية تفوز ب3 ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة. ولم تكتفي بذلك، بل حققت أيضا أرقاما قياسية نادرة الحدوث، وحصلت على لقب أسرع امرأة في التاريخ بعد أن قطعت سباق 100 متر في 11 ثانية، والمئتي متر في 24 ثانية فقط. أصبحت ويلما بطلة أسطورية وسيدة رائدة كما وصفتها الصحافة الأمريكية، وبرغم تميزها تقاعدت في ذروة مسيرتها الرياضية للحفاظ على مجدها. وبعدما اتجهت إلى العمل في مجال التدريس، كما أنشأت مؤسسة للتدريب الرياضي للأطفال الفقراء. وفي عام 1994 توفيت ويلما رودولف بعد صراع مع المرض، تاركة خلفها درسا في التحدي والإصرار في التغلب على الإعاقة. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن إصرار الأم ودعمها لابنتها كان السبب الرئيس وراء تخطيها محنة المرض؟